يعد ميثاق العمل الوطني نقلة تحول تاريخية في مسيرة العمل الديمقراطي في مملكة البحرين، خصوصا وأن مبادرة الميثاق منحت المجالس المنتخبة المجال لرسم مستقبل الوطن بما يتوافق مع تطلعات الشعب. منح ميثاق العمل الوطني الحياة السياسية في البحرين شكلا آخر، حيث فتح الباب على مصراعيه أمام أبناء البحرين ليكون لهم تمثيل في المجالس التشريعية عبر الانتخابات البلدية والنيابية التي حرص البحرينيون على المشاركة فيها منذ انطلاقتها في عام 2002 لإيمانهم المطلق بأن رسم مستقبل المملكة مرتبط ارتباطا وثيقا بمشاركتهم في الحياة السياسية. طبعا بعد مرور 19 عام على ميثاق العمل الوطني في البحرين، والذي أراد منه جلالة الملك إحداث تطوير في الحياة السياسية لمملكة البحرين، طبعا ما شهده العالم وشهدته مملكة البحرين من حيث التصويت على ميثاق العمل الوطني يؤكد على الرؤية الثاقبة لجلالة الملك، واللي نعيشها اليوم من خلال طبعا المجالس البلدية والمجالس النيابية اللي طبعا هي جزء من المشاركة الشعبية في صنع القرار السياسي لمملكة البحرين. أعتقد أن هذا شيء نقل البحرين نقلة نوعية أمام مصاف الدول المتقدمة ديمقراطيا. ميثاق العمل الوطني ترك بصمة واضحة في المجتمع، لأنه كان بمثابة نقطة تحول تاريخية في مسيرة هذا الوطن، خصوصا وإنه كان بمثابة حجر الأساس لانطلاقة العمل السياسي بحلته الجديدة في البحرين. الميثاق أو بداية الميثاق هي انطلاقة للعهد الإصلاحي لسيدي جلالة الملك. الميثاق يمكن هو نقلة يعني نوعية أو نقلة هامة في الحياة الديمقراطية أو العهد الإصلاحي لجلالة الملك، أن الشعب البحريني كله نسبة كانت عالية صوت ووافق على الميثاق. الميثاق انبثق عنه دستور 2002. دستور 2002 يمكن هو من أوائل يعني يعد يعني من أوائل الدساتير اللي هي عطت المرأة الحق في الانتخاب والتصويت للمجالس البلدية والمجالس النيابية. الميثاق أحيا أو أعاد يعني بداية أعاد المجالس البلدية للعمل من جديد بحلة جديدة بامتيازات أكثر بصلاحيات أكبر، دخول المرأة خاصة من أول انتخابات بلدية المرأة شاركت. مبادرة الميثاق منحت المجالس المنتخبة المجال ليمثلوا أبناء البحرين من مواقعهم خير تمثيل لنقل تطلعات الشعب وطموحاته في إطار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا ما كفله ونص عليه ميثاق العمل الوطني. أحدث ميثاق العمل الوطني نقلة نوعية في وضع المجلسين النيابي والبلدي، خصوصاً وأنه استطاع تغيير مفهوم العمل التشريعي في المجتمع من خلال مشاريع متميزة أطلقتها المجالس المنتخبة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.